العمرانية ومسؤولي الشركة الصينية سيسك والزملاء الإعلاميين. بنرحب بحضراتكم جميعا من أيقونة العاصمة الإدارية الجديدة وهي منطقة السي بي دي، مشروع المنطقة المركزية. ثلاث أبراج من أصل 20 برج باستخدامات متنوعة بيتم تنفيذها بهذا المشروع الأول من نوعه في مصر. هذه المنطقة والتي من المقرر أن تصبح واحدة من أكثر المناطق شهرة على المستويين، المستوى المحلي والمستوى العالمي، حيث تقدم تصميما معماريا على مستوى عالمي فريد، وتحتضن المنطقة روح الاستدامة التي ولدت من تاريخ مصر العريق وتقاليدها في الابتكار والاعتماد على الذات. هذا المشروع علامة مميزة للصداقة المصرية الصينية، حيث تشارك المهندسون والعمال المصريون جنبا إلى جنب مع المهندسين والعمال الصينيين ليشيدوا هذه المنطقة المعمارية الفريدة المتميزة. منطقة الأعمال المركزية بيتم تنفيذها على مساحة حوالي 170 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة هي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك، وهي من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم، والاستشاري المصمم والمشرف على تنفيذ المشروع شركة دار الهندسة. السادة الحضور، النهاردة بنحتفل مع حضراتكم باستلام ثلاث أبراج C3, C4 وC11. البرج الأول C3 هو بارتفاع تقريبا 80 متر، C4 بارتفاع حوالي 174 متر، البرج الثالث وهو C11 بارتفاع 142 متر. لمعرفة تفاصيل أكثر عن تصميم هذا المشروع ومراحل تنفيذه، نرحب بدكتور أحمد البنا ممثل شركة دار الهندسة استشاري المشروع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، معالي وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وبفضله وبتشريف سيادتكم نعلن بدء مراسم التشغيل والتسليم الابتدائي لأول ثلاث أبراج إدارية من أصل 10 أبراج إدارية بالمشروع، وهم كالتالي: البرج الإداري C03 15 طابق زائد 2 بدروم ارتفاع 80 متر، برج إداري C11 26 طابق زائد 2 بدروم ارتفاع 160 متر، برج إداري C04 33 طابق زائد 2 بدروم ارتفاع 170 متر. بالتزامن مع بدء تشغيل محطة الخدمات المركزية اللي في المشروع، اللي بتمد المشروع بين المياه المثلجة، شبكة الكهرباء والطوارئ وباقي المرافق والخدمات، نفتخر بأن نقدم لمصرنا الحبيبة هذا المشروع الفريد مع بداية عام 2024، وإن شاء الله سيكون تكليل لمجهود كل الناس اللي اشتغلت في هذا المشروع من أوائل عام 2018 وبحضور دكتور مصطفى شخصيا معنا هنا من أول المشروع. على رأس طبعا هذه القائمة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، هيئة المجتمعات العمرانية، شركة دار الهندسة الاستشاري العام، الشركة الصينية للأعمال المعمارية سيسك، المقاول العام. هذا المشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله يمثل حجر أساس للمدينة الاقتصادية الحديثة على غرار المدن الاقتصادية العالمية، وبجودة تضاهي مثيلاتها بدول العالم المختلفة. وبإذن الله سيكون هذا المشروع دور كبير في تحقيق رؤية مصر المستقبلية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادة الحضور، المتابع لأعمال الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك يتأكد أنها واحدة من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم، سواء من خلال حجم الأعمال أو حتى من خلال جودة التنفيذ. يكفي أنها الشركة المنفذة لمعظم الأبراج الصينية المميزة. من أول دخولنا لهذا الموقع، لهذا المكان، ويمكن أنا كان لي الشرف ان انا اصور من خلال اسابيع قليله في هذا الموقع، هنلاقي خليه نحل تعمل بانتظام، بشكل مرتب، بشكل منظم جدا. ده غير طبعا اجراءات السلامه والامان اللي هي على اعلى مستوى، بالإضافة طبعا أنه هناك اهتمام بأدق التفاصيل، جودة في التنفيذ وجودة أيضا في العمل. من أجل هذا نسعد مع حضراتكم بالاستماع لكلمة من السيد لي يونغ مينغ، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك. دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معالي وزير كان مرافق الدكتور عاصم جزار، سيادة مستشار جو ليوتشين، جميع شركاء التعاون الأعزاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 在这里，我仅代表中国建筑欢迎诸位的莅临。我们很荣幸，也很自豪，与诸位贵宾共同见证一个如此重要的里程碑仪式——新行政首都CBD项目办公楼验收启动。这也是对2016年1月。 习近平主席与塞西总统共同见证本项目的最好回报。 أرحب بكم جميعا نيابة عن شركة صينية العامة للهندسة المعمارية شركة CSCEC. يشرفنا أن نشهد مثل هذه اللحظة التاريخية مع جميع الضيوف الكرام، ألا وهو انطلاق أعمال تسليم مبدئي لأبراج إدارية بمشروع منطقة أعمال المركزية CBD، والذي يعد من أفضل الأخبار التي تتطلع إليها جميع الأطراف المتعاونة منذ شهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بين على توقيع عقدة المشروع في يناير 2016. CBD 项目自2018年5月开工以来，中国建筑始终高度重视项目履约，全力推进项目建设。5年多来， 在埃及驻防部和中国驻埃及大使馆的帮助和指导下，在合作伙伴的全力支持下，全体员工戮力同心，推动项目正朝着国际一流精品工程的目标不断迈进。相信在我们共同携手努力下，项目一定能够建设成为中埃合作的典范、友谊的象征。 لطالما أولت شركة سيسك أهمية كبرى لأداء مشروع منطقة أعمال المركزية CBD منذ بدء تنفيذه في شهر مايو 2018، وبذلت كل جهود لدفع عجلة بناء المشروع بكل قوة لأكثر من 5 سنوات، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الأسكان والمرافق المصرية والسفارة الصينية بمصر، وبالدعم قوي من شركائنا، عمل جميع الموظفين معا بالتفاني لدفع المشروع نحو هدفه في أن يكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى. نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع بالتأكيد نموذجا ورمزا جديدا للتعاون الودي بين مصر والصين. 参与并支持埃及经济的发展，服务中埃全面战略合作伙伴关系的建设。
في المستقبل ستواصل الشركة CSCEC المشاركة في الدعم تنمية اقتصاد مصر والمساهمة في بناء علاقات استراتيجية شاملة بين مصر والصين. 最后，祝埃及和埃及人民的未来更加美好，祝中埃友谊更加牢固。谢谢大家。 وأخيرا من كل قلبي أتمنى لمصر غدا أفضل، وأتمنى أن تستمر الصداقة العظيمة بين بلدين في النمو يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mr. Lee. 50 مدينة جديدة استهدفت وزارة الإسكان إنشائها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف توفير السكن المناسب واستيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة، وكذا من أجل توفير مناطق جديدة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية وأيضا توفير فرص عمل. تأتي العاصمة الإدارية الجديدة كدرة التاج لهذه المدن الجديدة، ويأتي هذا المشروع CBD أو مشروع المنطقة المركزية للأعمال بمثابة القلب لهذه المدينة الجديدة. نرحب بدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ليحدثنا أكثر عن هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، بنرحب بحضرتك يا فندم. يمكن احنا اتشرفنا بحضرتك في الشهر ديسمبر وبداية شهر يناير في جولات تفقدية وتسليم مجموعة من الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي في مدينة السادات وفي مدينة اكتوبر الجديدة، ويمكن حضرتك شهدت عدد كبير من هذه المشروعات بتفوق عدد الوحدات السكنية اللي تم الانتهاء منها في هاتين المدينتين. في كل مدينة 130 ألف وحدة سكنية و100 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة. وحضرتك لمست الطفرة اللي تمت في الإسكان الاجتماعي والمستوى اللي بتقدم فيه الوحدات ومستوى الخدمة اللي بيقدم للمواطن المصري، وده أعتقد كان أول توجيه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كنت حضرتك بتصر شخصيا لمتابعته معنا. ويمكن الأسبوع اللي فات كنا بنناقش مع حضرتك الموقف الكامل لمشروعات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطرقنا إلى مدينة العالمين الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة. أنا بقول الكلام ده كله عشان إحنا النهاردة يمكن موجودين في أحد المشروعات الهامة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي شهدت وضع حجر الأساس في فترة تولي سيادتك لوزارة الإسكان، وكان لك الدور الأكبر في انطلاق هذا المشروع. أعتقد إحنا كنا في أكتوبر 18 بنشتغل على الأرض هنا، والنهاردة الحمد لله بنحتفل بوجود حضرتك بالتسليم الابتدائي لأول مجموعة من الأبراج الإدارية في هذا المشروع، وستتوالى التسليمات خلال 24 بإذن الله إلى حين انتهاء الكامل من المشروع بشكله النهائي. ويمكن كمان حضرتك إن شاء الله هنتشرف في قبل نهاية شهر يناير ببدء التسويق في أحد مشروعات وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية، وهو الحي السكني نيو جاردن سيتي اللي بيعد برضو تحفة من الأنشطة السكنية الجديدة اللي بتحاكي منطقة القاهرة الخديوية. الهدف في الاستعراض ده نحن نقول إن مصر الجديدة متنوعة، مصر الجديدة فيها فرصة لكل المواطنين بكل مستوياتهم، فرصة لكل الأنشطة بكل درجاتها وكل مستوياتها. الدولة المصرية أعتقد انطلقت انطلاقة مناسبة تليق بها وبتاريخها، وإن شاء الله في الفترة القادمة يكون هناك جني لهذه الثمار اللي بذل فيها كثير من الجهد والعرق.
بنوجه الشكر للشركة الصينية وشركة إنكم الشريك المصري ليهم لمجهوداتهم معانا، وبنحثهم إن شاء الله إن إحنا ننتهي في القريب العاجل من كافة الأبراج في الحي الأبراج في العاصمة الإدارية، وكمان إن شاء الله نتشرف بصحبة حضرتك قريبا في مشروعنا الثاني اللي إحنا بنعمله برضو مع نفس الشركة في مدينة العالمين في حي مال وأعمال متميز جدا لا يقل تميزا عن هذا المكان إن شاء الله في مدينة العالمين، نتشرف بصحبة حضرتك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الوزير. السادة الحضور، عندما كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي وزيرا للإسكان، بدأت على يديه أولى مراحل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومخططات وتصميمات ومفاوضات هذا المشروع مع الشركة الصينية المنفذة. انحاز الدكتور مصطفى مدبولي منذ سنوات طويلة لخروج من الوادي الضيق بعاصمة جديدة، وانحاز أيضا لهذا المشروع وأقنع الكثيرين حتى من كانوا معارضين في بداية تنفيذ هذا المشروع، واليوم أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة واقع بنعيشه، وصار الحي الحكومي قبلة للموظفين صباح كل يوم بعد انتقال سلس سبقه طبعا تدريب للموظفين على أعلى مستوى وتحفيز لهم على الاستقرار في بيئة عمل مميزة. اليوم ونحن في احتفالية تسليم المرحلة الأولى من مشروع المنطقة المركزية للأعمال، يسعدنا أن نستمع إلى كلمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السادة الحضور من الشركة الصينية شريكة في هذا المشروع الكبير، حضرات السادة والسيدات الحضور معانا النهاردة، اسمحوا لي طبعا في البداية ان انا يعني اعبر عن فرحتي وسعادتي كبيرة جدا بوجودي النهاردة هنا في هذا المشروع الكبير جدا اللي بدأ فعلا يعني لبناته كحلم منذ أقل من 5 سنوات كتنفيذ أو 6 سنوات تحديدا. والحقيقة يمكن أنا هاخد الكلمة اللي قالها الدكتور عاصم في البداية، احنا النهاردة لأن ممكن يكون لسان حال اللي بيشوفنا النهاردة في منطقة الأبراج بيقول طب يعني المشروع ده بمستواه هو بيعود على مصر بإيه؟ خلينا أبدأ الأول إن إحنا على مدار الأسابيع الماضية كنا موجودين فعلا في 4 مدن جديدة بنحتفل بوصول مشروع أو المبادرة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين، إن إحنا بنصل إلى رقم 1,000,000 وحدة سكنية، 1,000,000 وحدة سكنية للشباب والمحدود الدخل في كل رقعة من رقاع من مصر. أنا بقول هذا المشروع لأن تاني ممكن عدد من شبابنا ما يعيش على مشكلة الإسكان أو ما كانش حاسس بمدى حدة مشكلة الإسكان، وأرجو كل زملائنا الإعلاميين كبار الإعلاميين يسترجعوا كل الأفلام والأعمال الفنية المصرية لما كانت بتتكلم على موضوع السكن ومدى يعني هذه حدة هذه المشكلة. بالمبادرة اللي فخامة الرئيس أطلقها واشتغلنا عليها كلنا بكل إخلاص تراجعت حدة هذه المشكلة بصورة كبيرة، وبقت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص ان احنا نقدم كل انواع الاسكان ومنتجاته بالكم اللي ان شاء الله يقدر ان هو يغطي كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية. انا بقول هذا الموضوع لان 1,000,000 وحدة سكنية اللي هم السكن للشباب ومحدودي الدخل كلفوا الدولة اكتر من 400 مليار جنيه، بالاضافة الى 300,000 وحدة سكن بديل للمناطق الغير أمنة. ومرة أخرى أرجو من حضراتكم نرجع للأفلام والمسلسلات اللي كانت بتتعمل قبل 2011، وأنا بنفسي يعني كنت راجل متخصص وكان يعني الواحد بيتفرج على المناطق الغير أمنة والعشش والمناطق الغير إنسانية اللي كان بيعيش فيها
مئات الالاف من اسر مصر، ملايين من ابناء مصر واطفال بينشأوا في ظروف غير ادميه على الاطلاق. الحمد لله وبفضل الله وكرمه ودعم القيادة السياسية اللامحدود قدرنا ننهي هذه المشكلة. مشكلة كلفتنا، مش هقول مشكلة، تحدي كان موجود ونجحنا ان احنا نحله برقم برضو يقترب من 120 الى 150 مليار اخر. يعني احنا بنتكلم ان الدولة انفقت لإسكان محدودي الدخل والحل مشكلة المناطق الغير امنة اكتر من نص تريليون جنيه مصري. انا بقول هذا الكلام لان احنا كدولة مكلفين ومعنيين ان احنا لازم نحقق تنمية كاملة للدولة دي للمستقبل. المناطق العشوائية اللي طلعت واللي كانت بتخنق كل مدننا وما زال بقاياها موجودة وكلنا عارفين هذه المشكلة، ده نتيجة لان اللي كانوا قائمين في وقت ما ما قدروش يخططوا ويبنوا للمستقبل. طالما انك انت ما بتبنيش للمستقبل بطريقة سليمة ومخططة، الناس بتجد الحل بمعرفتها، وللأسف بيبقى الحل مش بالصورة اللي احنا كلنا بنرجوها. طب ده بيؤدي لايه؟ انه بيكلف الدولة اكتر عشان اصلح. النهاردة لما بنيجي نحاول نشق طريق جوه منطقة عشوائية واحدة بيكلفنا اضعاف تكلفة الطريق نفسه عشان ازيل وعوض الناس اللي موجودين عشان انشئ الطريق. انا بقول هذا الكلام لان انشاء مدينة زي دي زي كل المدن الجديدة لما بدأنا هذه المنظومة منذ يعني تولي فخامة الرئيس مجموعة المدن الجيل الرابع، ناس كتيرة تسألت وانتوا بتعملوا المدن الجديدة دي ليه؟ تاني انا بقولها، احنا مش بنعملها لينا احنا، احنا بنعملها لولادنا واحفادنا عشان يجدوا مكان سليم يعيشوا فيه. زي يعني هقولها تاني، لو كان اللي قبلينا من 30 سنة و 40 سنة خططوا صح كان طلعت الاجيال اللي احنا بقينا منها كلها ووجدت اماكن على الاقل امنة ومخططة سليمة ان هم يعيشوا فيها. انا بقول هذا الكلام لانه شديد الاهمية ان احنا نتكلم واحنا النهاردة في قلب العاصمة الادارية على ان الدولة بتشتغل على محورين: تطوير العمران القائم اللي كان مهمل وازاي ان احنا بنصلحه وده شيء صعب جدا، وكمان بنبني المستقبلنا عشان ما تتكررش تاني نفس المشكلة اللي احنا بنعاني منها النهاردة. مشروع النهاردة اللي موجودة احنا موجودين احنا فيه الحقيقة، يعني انا بسترجع لما كنا بدأنا تخطيطه كان هدفنا ان احنا نعمل منطقة مركزية، ودي بقى هرجع ورد هو يعني ايه اللي احنا هنستفيده كمصريين من المنطقة زي دي. في اي مدينة كبرى زي ما كلنا بنزور وبنشوف بنلاقي مناطق مركز المدينة وقلب المدينة اللي بيبقى مقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية ومباني إدارية وحتى جزء سكني، وده يمكن دايما هو ده اللي بيميز وبيبقى العلامة المميزة لأي مدينة كبيرة. عشان كده كنا حريصين في هذا المشروع نستعين بأفضل الخبرات العالمية، استعنا بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية، استعنا بأحسن شركات في العالم بتنفذ هذه المشروعات من الأبراج. طبعا الشركة الصينية، وأنا مرة أخرى بوجه لهم كل الشكر على الجهد الكبير اللي عملوه، منظومة العمل المحترفة وشديدة الاحتراف اللي أنا بعترف كلنا تعلمنا من الخبرات اللي هم ادوها لنا. لكن الأهم إن كل هذه الأبراج اتنفذت بأيادي مصريين، شركات مصرية اشتغلت كتحالف مع الشركات مع الشركة الصينية، وعشان كده اتنقل لهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع بيمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين ان هم ينفذوا مثل هذه النوعية من المشروعات سواء في مصر او برا مصر في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. الاهم مع تشغيل هذا المشروع عشرات الالاف من فرص العمل للشباب المصري هتبقى متوفرة، اللي هيشتغلوا في مقرات هنا والشركات وفي اعمال ادارة هذه الاماكن، المناطق التجارية، المناطق الترفيهية، كل ده فرص عمل هتتخلق للمصريين وللشباب المصري علشان النهاردة يبقى ده بيضيف للاقتصاد المصري. انا حبيت بس اقول هذه المقدمة لان يعني هذا المشروع العملاق، مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ناس كتيرة جدا شككت فيه وقالت ان هذا المشروع يعني مشروع لن يكتب له النجاح، وكان هناك تجارب كثيرة قبل كده ولم يكتب لها النجاح. النهاردة انا بقولها لحضراتكم الكلام ده ليه؟ لان تقريبا معظم دول العالم بتنفذ مشروعات عملاقة لانشاء مدن ادارية جديدة او عواصم ادارية جديدة لكل الدول الكبرى، بما فيهم الصين نفسها بتعمل النهاردة حي اداري كبير جديد داخل العاصمة الكبيرة بتاعته.
فالكلام اللي احنا بنعمله ده احنا كنا مستشرفين المستقبل. القاهرة القديمة تضخمت بصورة كبيرة جدا وأصبحت إن عشان نقدر نحلها لازم نخرج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج ونجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى، لأن القاهرة أصبحت مكدسة. فهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه من فكرة إنشاء العاصمة الإدارية. وعشان العاصمة الإدارية، عشان ما نكررش أخطاء المدن الجديدة اللي فاتت، زي ما كانوا الخبراء قالوا انتوا بتعملوا المدينة وبعد كده تفكروا ازاي تربطوها بالمدن القديمة، من أول يوم اشتغلنا على ربط المدينة والعاصمة الإدارية بالقاهرة وبقية مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدا من وسائل النقل الحديثة. بنتكلم على قطر كهربائي فائق السرعة، القطر الكهربائي الخفيف، المونوريل، الأوتوبيسات الكهرباء اللي بتربط، وبالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة بتربط العاصمة الإدارية بكل حتة في مصر. يبقى احنا من أول لحظة عارفين احنا بنعمل ايه وبنشتغل عليها بالتوازي. النهاردة الحمد لله، ويمكن واحنا موجودين النهاردة هخلص هذا الاجتماع وارجع لمكتبي في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي الجديد اللي أصبح فيه 50,000 موظف. 50,000 من المصريين كل يوم موجودين في هذا الحي الحكومي الجديد، بينتقلوا بمنتهى السلاسة وبيتحركوا. عدد كبير منهم ابتدى يسكن جوه العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القريبة منها. يبقى فعلا ابتدينا نضع لبنات النجاح لنقل السكان ونقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة مع كل هذه المشروعات أنا بقولها لحضراتكم، انتهينا من تسكين الحي السكني الأولاني اللي هو لإسكان الموظفين في العاصمة، ما يقرب من 10,000 وحدة في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة. مرحلة الثانية والثالثة في خلال الشهور البسيطة الجاية هياخدوها. لكن الأهم الحي السكني اللي هو هنا أول حي سكني أنشأناه في العاصمة الإدارية اللي هو R3، النهاردة كان فيه 24,000 وحدة سكنية بمختلف المستويات. أعتقد أنا سعيد جدا أن أنا أقول تقريبا اتباعوا كلهم بالكامل، واللي احنا بنتكلم اللي فاضل فيهم أعداد بسيطة جدا. ده معناها أن إذا ضربنا كده 24,000 وحدة في 4 أفراد، يعني بنتكلم في 100,000 مواطن مصري هيبقوا موجودين لوحدهم في هذا الحي. أنا بحكي كل هذا الكلام عشان نوري قد إيه لما بنفكر صح وبنخطط صح للمستقبل. الحمد لله ربنا بيجازينا خير على هذا الموضوع. الأهم منظومة إدارة العاصمة الإدارية، من أول لحظة إحنا قلنا عايزين نديرها بمنظومة وفكرة القطاع الخاص، عشان كده أنشئت ليها شركة، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، علشان برضو اللي بيتقال إن الإنفاق على المشروع كان من إنفاق من الدولة، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده احنا نفذناه من خلال نفس الفكر اللي بتقوم بيه شركات التطوير العقاري العملاقة اللي موجودة في اي حتة في العالم وفي مصر وبتنجح. عملنا نفس الفكر، شركة لإدارة المدينة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة. والنهاردة هذه الشركة العامل المالي اللي فات قفل بأرباح تجاوزت 20 مليار جنيه. فمعنى كده هذا المشروع مشروع ناجح، وانا في تقديري الحمد لله مع حجم التنميه اللي موجود احنا بنسبق في العاصمه الاداريه الجديده معدلات اشغال ونمو المدن الجديده بصفه عامه في اي حته. عاده كان اي مدينه جديده بتاخد لها على الاقل 20 سنه عشان الناس تبدا تشعر انها اصبحت نابضه بالحياه. انا بقولها لحضراتكم تقديري كراجل، يعني دي شغلتي، مش أكتر من 3 إلى 4 سنوات على الأكثر من النهاردة وحلاقي هذه المدينة نابضة بالحياة ومئات الألاف بيقطنوا هذه المدينة. كل ده أنا بقوله لأن ده التوجه اللي احنا كدولة بنشتغل بيه، نخطط للمستقبل ونصلح القائم. حجم المشروعات اللي بتتعمل بقى جوه القاهرة العاصمة القديمة بتاعتنا النهاردة يفوق الوصف. حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية ومناطق خدمية جوه القاهرة القديمة، الحفاظ على التراث، إنشاء مشروعات مثل حدائق الفسطاط وتلال الفسطاط اللي هتبقى أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط، أكتر من 500 فدان، منطقة خضراء في قلب القاهرة، مناطق كانت مهملة وآسف كانت مقالب للقمامة بتتحول إلى مناطق خضراء وبحيرات ومناطق ترفيهية. المناطق العشوائية اللي اتشالت واتبنت مكانها مناطق حضارية لأهالينا برضو من القاهرة. احنا بنطور القاهرة القديمة زي ما بنعمل المدن الجديدة. كل ده أنا بتكلم فيه ده شق في جزء من خريطة وخطة مصر
للتنمية للمستقبل لغاية 2030. احنا يمكن انا كنت على مدار اليومين الثلاثة اللي فاتوا كنا في زيارات مرة في العين السخنة والمنطقة الاقتصادية، ومبارح كنا في العمرية والنبارية في الجانب الآخر من مصر، وكلها أنشطة تخص الصناعة والزراعة، لأن احنا موقنين تماما إن هذه القطاعات الإنتاجية هو السبيل الوحيد لاستدامة النمو الاقتصاد المصري. صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات وأنشطة أخرى زي السياحة وخلافه، كل ده هدفنا إن احنا ننمي ونطور هذه الدولة بطريقة ثابتة وبخطة ثابتة، حتى بالرغم إن احنا عارفين إن احنا متعرضين لأزمة اقتصادية غير مسبوقة. ومرة أخرى أنا عايز أأكد عليها، صحيح إن الأزمة خانقة في مصر وإحنا نعي تماما ذلك، وبنشتغل ليل ونهار على وضع الحلول لتجاوز هذه الأزمة اللي إن شاء الله هنتجاوزها بإذن الله في خلال الفترة القادمة، بالرغم إن العالم كله بيموج بنفس المشاكل والاضطرابات. كل الدول ما فيهاش يعني حالة ثابتة ومستقرة، هناك العديد من المشاكل. الصندوق النقد بيقول ما زالت 2024 هتكون سنة تحدي لكل الدول النامية وكل العالم كاقتصاد، بكل بسبب كل الظروف اللي احنا موجودين فيها، بيضاف علينا كأعباء المشاكل والاضطرابات السياسية اللي حوالينا اللي في المنطقة اللي بتضيف علينا برضو ضغوط أخرى. ومع ذلك الدولة المصرية وضع خطتها وبتشتغل بمنتهى الثبات، لأن عندنا رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا لغاية 2030. أنا مش بتكلم لخمسين سنة، أنا بتكلم فقط لست سنوات من الآن، نعي تماما إزاي الدولة دي نقدر نتجاوز الأزمة اللي احنا موجودين فيها ونتحرك حتى هذا التاريخ علشان فعلا نستعيد مسار النمو اللي كنا عليه قبل الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات اللي بيحلم بيها لكل مواطن مصري. مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن أنا حبيت إن أنا أنتهز هذه الفرصة وأنا موجود معاكم إن احنا نشرح كده بطريقة بسيطة الدولة المصرية بتتحرك إزاي في كل مناحي الحياة وكل مناحي التنمية بهدف واحد فقط، تحقيق أفضل جودة حياة للمواطن المصري. نحاول إزاي نتجاوز الأزمات اللي احنا موجودين فيها واللي إن شاء الله احنا موقنين إن احنا هنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة القادمة، وبإذن الله كل الخير والتقدم لبلدنا الحبيب مصر. أنا بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الحضور، وصلنا الآن إلى نهاية هذه الاحتفالية، بإذن الله بيتبعها احتفالات أخرى من أجل أن يكتمل هذا الحلم. وطبعا إحنا يعني زي ما قال معالي رئيس مجلس الوزراء، إحنا موجودين في السي بي دي وهي تحفة معمارية متميزة بيتزينها البرج الأيقوني اللي بيعتبر الأعلى ارتفاعا في أفريقيا بتصميم فرعوني أيضا أصيل ومتميز. بشكر حضراتكم، والآن جولة لهذه الأبراج، اتفضلوا.